سلامتنا تقبطات راي مقرب دقاكم برنامجنا تابع له ليكم حيسام طابلات تلفزيون أريتريا دات ليكو أخبار قدم كلكم كمال مدهي سلف العباي الرسوم دات عقلي مقب مرعاية حمام فيروس كورونا لا دات قلوم عصر سلس مواد انتصار حو دات عقلي معان سبات مهزو فطر لقدمو شبابات قلادة قبط وعلى تسار قلام حرستوت إدارة داحية أقرع بحفزة ماي وتربت التيوم بركت مجلس مالي متعديت حكومة عد حامس سنة تسلطة قلت تسمح كررا علاقة لا أثناء موروكو وإسرائيل اتفاق سات رأسمال وتجارة فرميا البرازيل البلا ابترق وهرعت أرض لموت وأنفار زياد 108 بتحان أرسل أخبار تابعت أنحكم زهيدي بتفاصيلهم فيروس كورونا اندرك بيوم كاءت اسبداليات أقليم مقب مرعية تقب إقلوم لزنحة عصر سلس مواطن عند حيو تسارحو بأساس اللي عام علبنا إلى فيروس كورونا لرك بيوم مواطنين اسكلا يومته سعلف وسسمت وسمانيا وسع بات أحلا سعلف وحمسمت وسبعة وكلا من اللوم عند حيو لتسارحو متوسلس لموتو عصر أربع هي اسكلا ات اسبداليات مرعية تقب إقلوم لهليتهم وزارة عافية 10 فبراير سنة 2010 كلين التعليم عن سبامت كم كامت مهزوة فطر لقدمو شبابات ميولوم اقلادة قبوت لسد وعلات يوم 10 سمان وعصر 9 فبراير مدينة كرن وعلات سرقلا لو على اللي قل السرقلة مديريات كرن حقات عيلا برعد وعدت كليزان ميول مهزوة صناعة لبوم شبابات لخصص حفز كم سلقا هدفه محبر صناعات ومهزو عند تأسسة المجتمع حل الأمت مهزوتات تطورت كم سلتو تشرحا فرع وزارة التجارة وصناعة أقليم عن سبا مسؤول فرع صناعات السيد منقست عب ساميل التاسمع كلمة سب فطر ندن الزمكا وتطور كات وطنياي مسالحة وعلوت لقد هدف كم سلتو عشرة ومشاركة مجتمع قلتي زيد هينة لاكام مسؤول جبهة الشعبية تقول ديمقراطية وعدالة الأقليم السيد هيلة تولد برهان لهلا في قريت أبصار فطر لهلا تخزنت معضلاتكم لرئي ولو على أهميته زايدتكم سلت حبرا اتمهزو وصناعة تجارب سنين بزوح لبهم مشاركة له وعلى بترتهم تجاربهم ورئيتهم حقو لحقو محبر وطن شبابات ودرسة أرتريا مسلسة بشركة تقول تعاون ودرسة اتنوادي لالتكم كم وتعرضت قلت تفحت فانو الدنقوبات تو على لتقدم برامجات أوردك كم أولوياتو قلت شك أقلو قرارات وفيناتات حلفة حكم أقليم عن سبا سفير عبدالله موسى ديبكاتي مالو على لحلفة وقرارات وفيناتات فعاليتك اللي ركبو إدارة أقليم ترتا كم سل تقدي أكدام حرستوت إدارة أقراع مديرية نافا متنظامو من دعات الردو أبا لسرق لورات هات حفزة ماي وتربت يوم عامت التاي بركوت كم ركبو شارحو دعم زلام كاشفة سبت عالت واتقرهم متابعة سبتي ودو التايوم كم سلحادة يوم عامت لكن التايوم كم بركة تحبرو مدير لمديرية السيد ياقوب دريس بترتو حرستوت تجارب بزح راكبان كم سلحلو اتمطورهن ورات هات حرس وجرادي نقل عمرو اتشقيت واتساني عقمت قلق دوم أتفاقدا دار الدواي حقرع لعل وأقرع تحت حد كل ألف هكتار لتحرس أرض حلام اتعصر حمس إدارة الدواي مديرية حقات التقاحريان لتعوتوا مسؤولين إدارة الدواي ولجان دقاقيت برامجات عمار بعمت متمداد وبقعت كدمات اجتماعية فنتو يقل أدك كبوت زياد أقل لك دومو سكان أتفاق دو تمن يوم حتى اسك عصر 9 فبراير لقى حريان ادارين عصر كلوت بدير العلا وسلسي حدا يستحرو اتحريان ما مقرحت شغلها سلس اوال دا انسات لا تتركب اتم سمان قدم لا قدمو العلا حتى ولت انسايت لا تتركب اتم سبع حدا يسكم سلهما ات اربع او سس عدوتات حمسا وكل اوال دا انسات لا تتركب اتم ات واربع او سع لجان تقاقيت حريا ملو بعمت اتمدت اتفازع السلاسة وسمان متل على مشاركة اتمدت حريان لكن سس وكل من متكم سلوات حد مشاركة أوالد أنساتي 84 من متكم سلعة التحبرة ما
أمك حاشغل مديريات حقات أسيد تخلى هيمانة موسائل مثل إيرينا تاودي أمك قابلت حريان لقات إدارة دوائح شبك عد عمر أشرة عد أري غلاس أو أنجلي إنجناق إدامر بادوب حشيشاي فانا عد فوكاي عدالة حرنت وإدارة دوائح بقوكم سلطان أشرة ومشاركة زايدة هنا حمدام مركز تأهيل مهنات سوا فنجا مدرسين درسا ومربين لهلية علاقة اندد درست نواقص حلول اقل ركب درسا علم باقع قلت عندقو زياد كم سلت قدمت يوم 10 فبراير التودي امام شرحا تاجتماع مديرين مجالات تأهيل التقدم وتقرير مدرسين ودرسا اتوقتهم من حدرو ومدالي تسني قاب اسبت على يوم عمد دراسة اتوقتاكم انبتت مقرح كل ما فرعت لمركز هنا من اقدا سرقلكم سل على افهمو مدير ماموس مامهر تسفى يتولد تقدم يا كلمة هنا مدرس سبول وحسور من قاعد درجة بقع الدرسة وقلق كيس كم سلوى جمد الشرحة الدرجة السنة لا تتركب بقع الدرسة قل زياد فقريت جهد حبر مهم كم سلت ودحام مدرسين ابترتهم علاقة الثلاثية تقل تترت كم سلوما درسة الدواراتهم لهاليا مؤسسات بفعل تجارب قل لي دو بخط قل تخلى عقلهم للبل هو بعد آراء قدموا قائد مركز تأهيل كلمة وطن كولونيل دفساي قدت تاسمع كلمة مدبي مدرسين مبلل لأقل الأدر صدرس درسهم إبعادات وأخلاقيات مجتمعهم أقل ربهم مسؤولية سبت بهم أفزعات أقل لك دمو أتفاق دا تلوك دلي أب متو عسرة مدرس رتب برنامج دريس وأدرس وصر قل هلا مركز تاهيل سوا 10704 وحتى أول اللي ارتركباتهم بعمت 10307 درسين لتكبتا بعصر كل مجال مهنة تاهيل هاي بحلام سكان ديريت قاش العل اتا دوارات اتبرامجات عمار فرورا مقل هلوان باركواد دفع قلات نيات يوم 10 فبراير اتدار الدوائح ششبيت بتبت عادات لتل حراب ودولهم دير لم ديريت هالسيد قد استيفانو ستا اسمعي كلمة اتا دوارات فرورا من هلوان باركواد دفع اتبناء كباري مشروع مايا اتسانا يتعرقيت لا لتحمد كادم سرقلكم سل هلو ودحا سؤالة محبروت أن شبابات ودرسة إريتريا مديرية قاش العلا سيدة فروي نقدر ترتا لحراب التكادم قوة لخلقكم سلت حبرت حاكم أقليم قاش باركا سفير محمود حوري ورئيسة محبروت أن أول دانسات إريتريا سيدة تخاتس فاميكال هيني مديرية قاش العلا السرقل هلا برامجات عمار تامرتا وحدة شعب وجيش كم سلتو قل أدو قبوت هين زياد كم سلت قدم له تلاقدو ممقرحت لا برنامج حمدو دونغو باقا يجبهت موضع صحي بريغادير جنرال سمعون عقبت تاسمع كلمة لكادم نيت شعب تسرق الوراتات عمار كمتر ايه عند شرحة سكان مديرية كاش لعلب عمت هو اما تيب فنتوي لا نسأوا مبادرة حمدا لبرنامج فرقة عادات اولا نيجبهت موضع صحي بقدمت تثبت ناير علام دعم ات مديرية قردات من تستتا برامجات حفظت ماي وتربت لزيا سمانية وسمان من مت كمسل سرقالات شرحة تقرير بنا تفاصيل هنا من فاطمة اسماعيل المديرية تقردت سنة كل ألفة عسرة وحدتين من نس ستة برنامجات حفظة ماي وتربت لازيا سمانية وسمان من مد بزايدة مشاركة شعب كمسل سرقالات يوم 10 فبراير التقب أقيمام شرحة كلم حين كرم عصر 5 إدارات دوايح شعب بفسايل اندتنا الزما وراتات حفظة ماي واتربت من ما مصر قلاه لازلام كاشفز تسبت على التي حرس بسلاسة من 100 كمس النقصة ما تحبرا كدمات عافية تعليم وحالة نواي بخصص تتقدم تقرير هي متمداد مؤسسات تعليم كل إدارات دوايح من ما بتحة درسة من قروب كدمات تعليم لرقب التا أردت كم طفحات علبلا نايلة مراكز عافية للتفرج أمات 6.5 من 100 كم سل بتحة وحالة نواي سنيت كم سل هليت مودحة مدير مديرية قردت السيد إساق طعوم التسمع يا كلمة متمطور لا كدمات إدارة إقل أتحاياس ومشاركة الشعب كل مجالات إقل وقلوت فعالي إقل لقباء ستوت لهلا برنامج أجددوت سلخانة مدينة قردت أكبوت درايب أرادي حرس ونوايسر قلوت حريان إداريين كمسلي هما أرهيوت مايسيتو إدارات دوايح على باناي دقسي واندرايب سنة كل ألف عسرة واكلة فعالي منا قبو كم توم شرحة
مشتركات التراتوم كدمات تكورومات لهاليا مكاين أقصنات إسات ووساقات متحسار قلتها يبن متمدات كدمات كهربات مدينة قردت أقل وسعوت لتأنبتا برنامجات هي أقل لشفاق لالب الآراء وبعد قدموا حقول لها موسيقى حجر أخبار كارج مجلس مالي اتورح مايو سنة 2011 لتأسست متعديت حكومة قل حامس سنة تسلطة قل تصنح اليوم 11 فبراير قرار حالفة القرار منظمة اقتصاد دول موضع صحي افريقا بهلت ايكواس حكومة مالي اتوقت شافق حريان قل تودت ودي له ليت جاكت بليس قلاك مسلطو متطابلة شرحهم لمنظمة اقتصاد ترأس مالي منع حق ولا قررت من شعب وحكومة نايل عد مقاومات تردت كمسل سادفها تقارير لافهم اتعدى فررت لهليت قوات كارج بشفاك قلت فكرت تلاك لهليت حكومة مالي بل ما تأتاتاي قوات كارج عدى قلت مرح ما قدرتكم سلبات حبر اتوارح اوغوست سنة 2010 بانقلاب سلطة لزبطة حكومة مالي اتعدى فرر لهلا بفرنسا للت مرح جيش كارج قل فكر حق ولا قررت فرنسا وشتب شركتها من عاد قل فكرها كمسل قرر يا ما لتأمر قدم كل سنة علاقة نقل لأسنية لأتفاق يا موروكو وأسرائيل كسات رسمال وتجارت لخصص اتفاق حديث في الرمية سمى زغطسات كل العدوتات مدينة ريبات موروكو تاو دوهدق التطورات حرس عفيت صناعات وبعد مجالات بحبر اقلق دوما اتفاقو بالاتفاق حديث قياسنا إلى ناي حول تبادل تجارة كليتا العدوتات من متوسلاسة زياد 500 مليون دولار قليزيت كمسلتو تاتفاق شرحلا موروكو وإسرائيل قدم ثلاث ورحة دفع لركزة اتفاق مثل فرما يتذكر كليتا لدول سنة 2010 وعلاقة قل أسنيا دي باتفاق لبتحيان البرازيل زلم لأسمانة زلام دك بتبا سببت وترك وهرات أرد نايلة موتو أنفار علب زياد مت وسمانيا كمسل بتحات شرحا حد مت وسلاسة بعدام مكريم دليت سبتي هليتيني علب لأريقة وأنفار قليزيت كمسل قدر سمز برازيل أشرو لبقوتة بنية تحتية ما مدرت عباي سبت أجريت آلاف أنفار أمبل محدرة أرفام كمسل هلو مالت شرع مدينة بيتروبوليس زياد بعد دوارات أباب قطة بيات كمسل دمرت تقارير الأفهم حيث أمت طابلتنا أرسل أخبار الدقمان أتى أقليم مجب مرعاية حمام فيروس كورونا لقى تقلوم 10 3 مواد أنصار حو باقلي مع انسبات مزو فطر لقد مو شبابات قل آدب كبوت وعلى تسرقلا حرستو تدار الضحية تاقرع بحفزة ماي وتربت التيوم بركد مجلس مالي متعديت حكومة عدو 5 سنة اتسلطة قل تسمح قررها علاقة لأسنية موروكو وإسرائيل اتفاق سات رأس مال وتجارة في الرمية البرازيل علب لا بترق وهرات أرد لموتو أنفار زياد متو سمانية حيث أما طابلتنا أخبار أبو عمت تلا تمام هلينا وبسلا تعرف لها لبرام بيتنا نحبكم وشكراً.